اخوان الله وميسر مع حمزه طيور الزين الملقب بحمزه الاسطوره. علاش كيقولوا لي الاسطوره؟ لانه بصح اسطوره. الله وميسر حمزه راه غناخذوا معندو معلومات غنستافدوا معاه، ولكن قبل ما ناخذوا المعلومات غناخذوا النميره ديالو والصفحه ديال الفيسبوك اللي كيبارطاجي فيها بزاف ديال المعلومات. دخلوا عنده الاخوان وبلبلوها لي لايكات، وهذه راه ضربوه بواحد سترايك الاخوان. دخلوا عنده وبارطاجيو وديروا لي لايك باش تشكلي المشكل اقرب وقت. حمزه السلام. وعليكم السلام. سلم على الناس اللي عزيز عليهم. اخر فيديو صورت معك ضرب 30,000 ومازال غادي الحمد لله ان شاء الله بفضل من الله وحب ديال الناس. الله يحفظك. عطينا خويا النميره ديالك. 060-46-88-35 باسيو فيسبوك حمزه طيور الزينه، قناه يوتيوب حمزه طيور الزينه. اللي بغى شي حاجه مرحبا، الارسال راه متاح جميع مدن المملكه المغربيه. الارسال متاح لجميع مدن المملكه المغربيه. اللي بغى شي حاجه مرحبا، راه غنوريكم ان شاء الله لي زارتيكل كاملين اللي كاينين. ومرحبا بالجميع. انا الاخوان غنشولعوا وغنوريكم هذاك الشيء الزين واللوز والقرقع. غير هي واحد النقطه الاخوان، سعدات اللي قلبك زوين وكتبغي الخير للناس، دعيو مع حمزه ومع الجامع. الله يسهل عليه، الله يبارك ليه، وربي غيبارك لك ان شاء الاول. وكيف ما قلنا الشعار ديالنا الله يسخر الجامع، نتوكل على الله. هنا خويا كاين وليدات ديال كاكاريكي، كاين وليدات ديال لي زانسيبارابل فيشر اوروز، وكاين بياسات ديال الهوغو. غنبداو بياسات ديال بسم الله. بسم الله. ها هو الكاكاري. ها الكاكاريكي غير جوج، غير جوج ماشي كلشي. الكاكاريكي راه كيشبه المولي نفس الشكل ديالو. الله وصل على النبي. اللهم يسر. هادو راه جوج دكوره مطاشين بزاف في الحمر، جوج دكوره والاخرى نتو. تبارك الله، يعني عرفتيهم خلال التجربه ديالك. هذاك الشيء اللي ها شو هما الاخوان، هذا سميتو الكاكاريكي. الكاكاريكي اللهم يسر. نجبدو بياسات ديال الروز، وخا واحد البياسه مبلوعه ولكن نولعوا بها الاخوان. الله يرحم لك الوالدين. انا خويا هذه خويا فين غتمشي؟ هذه غادا القلعه مكون. الله يسهل عليه. سميت مولاها؟ سميتو احمد. احمد خويا الله يسخر لك، الله يجيب لك التيسير. وهذه خويا سميتها الطفره. حاول تعطينا المعلومات خويا. هذه خويا اوبالين بلو اوبالين في الروز. في الروز اللهم يسر. وكان خويا بلو اوبالين ايد تباع. وباش باش شي واحد اخويا حمزه بما انك انت عز عليك تبارطاجي المعلومات مع الناس، باش شي واحد ما يتقولبش يعطيه بغل. بغال اخويا هو اللي كيكون مزيج ما بين الروز والفيشه، كنقولوا ليه الهجين، كيكون القمقوم ديالو ديال الروز والفيشر، يعني كيكون ليموني القمقوم ديالو والعين ديالو كتكون فيها واحد الجليده شويه بحال جايه الجليده ديال الفيشر. وميم طون كيكون الطاي ديالو ديال الروز يعني كبير، ماشي الطاي ديال الفيشر، وكيكون جامع ما بين الروز والفيشر. هو راه باين، راه الناس ولاو كيعرفوه. راه نبارطاجي معكم ان شاء الله فيديو كيفاش تفرقوا ما بين الروز والفيشر، وكيفاش تفرقوا ما بين ببغاء الهجين اللي هو مزيج ما بين الروز والفيشه. اللهم يسر. كاينين هنا بياسه بلاك، وجوج بياسات بيكينو بيضين، وبياسه باستيل لوزاز. كاينه بياسه باستيل، بياسه ديكينو، بياسه بلاك. هذا ديكينو الله يبارك. تبارك الله وصل على النبي. الله يسخر فيهم، الله يبارك فيهم. اللهم الراحمون يرحمهم الله. كاين هنا خويا بيروس هوغو الشاق. بالنسبة للثمن ديال الكاكاريكي ياس تبارك الله. واش انت باغي تسطيني نتايا؟ انا شو اخويا الله يبارك. قولوا الله يبارك. الفراشات مستوى ديال الكورت الله يبارك. تبارك الله وصل على النبي. حل العيون الشيخ. اللوز الله يبارك فيهم. انا الله يبارك فيهم. بياسات ديال الهوغو الله يبارك. حمقوني مستوى ديال الفراشات راه زوينه الدراري. اللي بغاهم مرحبا. يا سلام. ارسال راه متاح جميع مدن المملكه المغربيه. اللهم يسر. مرحبا بالجميع. الحلاوه دي العسل ده. خليني الخوش. الله يسر. سبحان الخالق. عويناتك الى دار عينك تشوف. ترى اللي ما مربيش الفراخ خويا راه ضيعتي النص في المشعه خويا. مشعه حلال. وكاينه بياسه خضراء ديال الفيشه. طبيعه. الاصل. هذا هو الاصل. كنقولوا لي احنا نورمال كراف. اما هو راه هو الطبيعه، هو الصحيح، هو اللي كيصبر، هو اللي ما كيلقاش فيه. اذا عليكم بالاخضر دراري باش ما نطولوش الفيديو بزاف. اي اخويا حمزه عندنا لي زقاري ديال الترمومتر ديال الميديتا والحراره. كاينين هاد العصي، كاين هاد اوزون قراو عليها راه مزيانه كاينه في الطاقه. هادشي هادشي اللي غتقول لنا وقيلو في الصفحه ديالك. كلشي كاين في الصفحه ديالك خويا. وريهم
وريهم بعد الصفحه مزيان تذكر بها مره مره. حمزه طيور الزين. لا اسمح لي اخويا. فيسبوك راه كنلوح كلشي سيغ فيسبوك، حمزه طيور الزين. اللهم يسر. حمزه طيور الزين في فرونسي، حمزه وازو ديكوراج. غنديروا لها سكرين مازال غنذكروا بها عاوتاني. هنايا الصفارات كاين الدراري السماطه ديال خويا شي حاجه زوينه الدراري. انواع اشكال. كاين بزاطم ديال السماطي، كاين شبكات ديال الخوذه راه كاين. ديال اشكال الخوذه كيديرهم في القفص باش ما يلزقش ليهم في الصالون، ما يطيحش ليهم الزق. ما يطيحش ليهم لا زوال لا والو. معلم اخويا. كاين الجي اللي راه شرحناه السيمانه اللي فاتت. هاد الشيء اللي كتركبوا باش ما يلزقش لك الطير. كاين هاد الميني بحال سولوبي حتى هو ديال الفريخات، كاين الافانتيان حوفونيا بادي، كاين الكروكيت ديال الفراخ، كاين الكومبليمون اليمونتيغ ديال شومي فارما، كاين الدويان ديال شومي فارما، اس دي اس كوكسيفيت بريماسينا شومي زول، كاين نيو بلوديسون اسي زول بيرج، كاين كلشي الدراري اللي خاصها شي حاجه مرحبا ومرحبا بالجميع. باتوران بروفيسيونيل ها هو ديال 50 مليم وديال 20 مليم جوج جيوات ومرحبا بالجميع الدراري والله يسخر الجميع. عندنا شي كالوبسات؟ كاين كالوبسات، كاين سينامون، كاين حبشي، كاين البينو، كاين بيرلي، كاين كوبلي ديال الهوكو راه ولاده هما هذوك اللي بغاها الدراري مرحبا. كاين بياسات ديال لي زانسيبارا الله يبارك. عندك شي سوفلات ديال ليسانس؟ اللهم بارك بياسات قدامين بياسات في المستوى. اللهم يسر. بالنسبة للنمرة 06 46 88 35، فاسيو فيسبوك حمزة طيور الزينة، قناة في يوتيوب حمزة طيور الزينة، وشكرا على الفرجة الممتعة وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو. عاود وريهم والله يسخر الجميع والله يجيب التيسير. بالنسبة للصفحة الدراري ها هي. ها هي ديروا لها سكرين فيها النمرة فيها كلشي. حمزة راه كيعطي معلومات على المسرح، انا راه متبعوه، راه دار واحد المسرح جديد نظرا لان شفت ديك هذا مسرح جديد هذاك، لان كنت انا متبعوه من شحال هذه وباقي متبعوه، دار مسرح جديد وباش تعرف ان حمزه هذاك بان لي هذاك الشيء في السبلي، يمكن ماشي في الدار ديال شارع الزر. لا باش تكونوا فاهمين، يعني انا راه حاضر ولا متبعك. ها راه كتشوف كيفاش كيتعلق، كنصحكم كيفاش واش تعلق باش ما بغيتش بالسلك تبقى النباب. الدار في شارع الزر ولا عندي شويه صداع صداع، قررنا اننا نقسموا الفريخات. ما كاين باس ان شاء الله، احسن حاجه هي تمشي شي بلاصه في هذا الشقار. كنا مع خويا حمزه، حمزه راه معروف الله يسهل عليه والله يسهل على الجميع، وديما دعوانا الله يسخر الجميع والله يجيب شي سير لاي واحد. احتراماتنا مشاهدينا الكرام، الى اللقاء.